من مدينة اسطنبول نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. دوشماندانر قداش المازد مثل شائع هنا في تركيا، يعني أن العدو أو الخصم لا يصبح صديقا. في هذا الاستحقاق وفي الجولة الثانية تحديدا سقطت هذه المقولة، وهوت معها كل المحظورات مع ما شهدناه من تحالف للأضداد. فمن كان يتوقع تحالف القومي المتشدد مع العدالة والتنمية، أو كان يتصور وقوف علي باباجان وأحمد داود أوغلو في صف واحد مع أوميت أوزداغ سندا لكليتشيدار أوغلو؟ كل منافس وسع تحالفاته سعيا لإقصاء الآخر، فيما تشير الأرقام إلى توسع أيضا في مشاركة الناخبين في الخارج بجولة الإعادة بأكثر من 200,000 صوت، ما يعطي إشعارا مسبقا بجولة محمومة يوم الأحد في الداخل. في هذه التغطية أو في هذا النقاش، نقاش الانتخابات مشاهدينا، سيكون معنا هنا في استوديوهات الميادين في مدينة اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ عبد المطلب أربا، ومعنا من أنقرة الخبير بشأن التركية الأستاذ دانيال عبد الفتاح. أهلا بكما ضيفينا. أستاذ عبد المطلب أربا، نبدأ بطبيعة الحال بهذا التطور الذي حصل اليوم، موضوع الاتفاق بين أوميت أوزداغ وكليتشيدار أوغلو. نستعرض بداية هذا الإعلان الذي حصل. إذا مشاهدينا، أعلن رئيس حزب الظفر أوميت أوزداغ دعمه المرشح كمال كليتشيدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ودعا جميع من يتبنى سياسة ترحيل اللاجئين من تركيا إلى التصويت لكليتشيدار أوغلو. لا شك أن أكبر مشاكل تركيا هي 13 مليون نازح الذين يعيشون هنا، ولا بد من عودة هؤلاء إلى ديارهم. ولا يمكن لتركيا أن تجتاز وتتخلص من أزماتها الاقتصادية ما لم يعد هؤلاء إلى بلادهم، مع وضع حد لمنع مجيء الآخرين. ولا يمكن إنقاذ الأتراك من الفقر من خلال إنفاق 10 مليارات في السنة على هؤلاء. العدالة والتنمية طلبوا منا الدعم، وقلت لهم: ماذا ستفعلون بخصوص النازحين؟ فلم نحصل على رد يقضي بعودتهم إلى ديارهم. أما اللقاء مع السيد كليتشيدار أوغلو فتضمن عودة هؤلاء خلال سنة واحدة بشكل يراعي حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولذلك قررنا تقديم الدعم للسيد كليتشيدار أوغلو في الجولة الثانية. إذا مشاهدينا، هكذا قدم أوميت أوزداغ هذا الدعم. ولكن أستاذ عبد المطلب أربا، يبقى السؤال المهم: كيف سينعكس هذا الدعم في صناديق الاقتراع يوم الأحد؟ يعني في الحقيقة هناك أعتقد مبالغة حول هذا الخبر، لأن أوميت أوزداغ أصلا ليس له وزن سياسي ولا ثقل في أوساط سياسية في على مشهد السياسة التركية. مثلا حزبه كم حصل على الأصوات أصلا نزل هذا؟ لذلك في الحقيقة يقال أنه 2% من 5% التي حصل عليها سينان أوغان بإمكان السيد أوميت أوزداغ أن يجيرها لصالح كليتشيدار أوغلو. يعني في الحقيقة هذه كلها تحتاج للنقاش. نحن نعرف أن هذه الأصوات هي طبعا طبيعتها، لو نظرنا طبيعة هذه الأصوات ل طبعا سينان أوغان، هذه الأصوات هي ذو طبيعة يمينية، بمعنى أنها في الحقيقة تتعارض مع كليتشيدار أوغلو وهو يساري كما نعرف. لذلك يعني أصوات هذه كلها كانت تعارض لأفكار كليتشيدار أوغلو، هي يمينية محافظة يمينية، لكنها زعلانة على أردوغان نوعا ما. كان لو هؤلاء 5% صوتوا كان بإمكانهم أن يصوتوا لكليتشيدار أوغلو أصلا، إذا هم تجنبوا ابتعدوا عن تصويت لكليتشيدار أوغلو. هؤلاء كانوا زعلانين من أردوغان، لكن الآن سينان أوغان طبعا هو في الحقيقة يأتي الرجل الذي لازم نعرفه جيدا، رجل أكاديمي وينتمي للتيار القومي متشدد، ولا ننسى أنه كان منشق من حزب القومي التركي. هذا الحزب يرأسه دافيد باتشيلي وهو مستاني الدرجة الأولى لتحالف الجمهور، لذلك أصلا هو عاد إلى في الحقيقة يعني عاد خلفاء الآن. نعم، عاد إلى بيته الأول. نعم، عاد إلى بيته الأول. وعلما على حسب ما فهمنا طبعا أردوغان هو أنكر ذلك، لكن نعم نعرف أن هناك تم مساومات حوله. رأينا هناك شيء جديد في تركيا، هذا في الحقيقة مهم جدا لازم أن نشير إليه. يعني الآن بدأ هناك تنامي الشعور القومية التركية في ظل هذه الانتخابات. في الحقيقة هناك ارتفاع في الشعور القومية التركية، لكن دولة باتشيلي رجل عجوز على فكرة، هو يعني أكبر واحد سنا
الآن في برلمان تركيا قرابة 75 من العمر، هو لا يستطيع أن يدير ويرأس على زعامة هذا التيار القومي. لذلك على حسب ما فهمنا تم هناك مساومات بين سينان أوغان مع أردوغان حول طبعا استقبال لزعامة التيار القومي التركي، والرجل في الحقيقة أكاديمي مختص في الشؤون القوقاز روسيا غير ذلك، هو يحب هذه المناطق الجمهورية التركية كلها. لذلك في الحقيقة أفكاره تتناسب مع هذا التيار القومي، وعلما هناك الفراغ حول هذا التيار القومي. لذلك سينان أوغان أعتقد في المستقبل سينضم وقد يكون هناك في إدارة هذا التيار القومي. تم هناك نوع من المساومات، لذلك هو عاد إلى بيته، وهذه الأصوات كانت أصوات يمينية وهي في الحقيقة طبيعيا ستتنقل إلى اتحاد الجمهور. هذا هو واضح تماما، وهذا الذي يفسر أيضا لماذا قال سينان أوغان أنه لا يسعى إلى منصب وزاري أو حتى إلى أن يكون نائب رئيس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأنه ينظر إلى ما هو أهم وهي زعامة الحزب القومي في تركيا. هنا أستاذ عبد المطلب إربا، يعني قبل قليل قبل أن ندخل أيضا إلى هذه الحلقة كان لافت ما تم أيضا الإعلان عنه عن استقالة نائب رئيس حزب الظفر في كرمان وعدد من الأعضاء الآخرين وانضموا إلى حزب العدالة والتنمية. كيف نفهم أيضا هذه الخطوة؟ ما الذي يحصل في حزب الظفر بعد هذا القرار؟ ولماذا يستقلون؟ يعني في الحقيقة التحالف الشعبي هذا يمثله كليشتارولو بدأ يحتوي جميع تيارات منهم حقيقة. يعني هناك قوميون، هناك محافظ إسلاميون، هناك يمينيون، هناك يساريون، هناك ملحدون، هناك جميع تيارات متواجدة في هذا التحالف. لذلك يعني نظريا هذا شيء مستحيل أن تجتمع فيه ميت أزدخ، الرجل قومي متشدد للغاية، وهناك حزب الشعوب الديمقراطية الكردية في الحقيقة يساريون وهم أعضاء أصلا. يعني فلسفة أمت أزدخ الرئيسية هي مبنية على مهاجمة حزب الشعوب الديمقراطية الكردية، لذلك لا يمكن أن تجتمع هذا التيار مع هذا التيار يساري بحت والتيار قومي متشدد بعض، لذلك مستحيل أن يجتمعوا، هم مجتمعون على شيء واحد في الحقيقة هو فقط إسقاط أردوغان. لكن هل هذا يكفي أن يمشي معا؟ يبدو أنه يكفي، لأن الرئيسة المشاركة في حزب الشعوب بيرفين بولدن تقول مرة أخرى من واجبنا ومسؤوليتنا أن نخسر أردوغان في انتخابات 28 من أيار. صحيح، لكن أمت أزدخ جميع فلسفته أنه يركز على ماذا؟ على الشعور الوطنية، ولا محاربة الإرهاب، ولا محاربة الحزب هذا الشعوب الديمقراطية. يعني بالعكس هذا الحزب في الحقيقة الآن اجتمعوا اجتماع طارئ وهم غاضبون، وصرحوا بعض التصريحات على أنهم منزعجون جدا من هذا الاتفاق، وغدا سيصرحون تماما ويعلنون، أعتقد سيعلنون تماما وسيجتنبون ويبتعدون ويتركون الانضمام في هذا التحالف. لذلك أستطيع أقول لكم الآن بدأ هناك انشقاقات، وإذا يعني هذا التحالف هذه اتفاقيات بين أمت أزدخ وبين كليشتارولو، هناك حلفاء في هذا التحالف، حزب الدواء كما قلتم قبل قليل، حزب السعادة، حزب الجيد، وحزب المستقبل. هؤلاء الأحزاب كلها في الحقيقة لازم لا يجب أن تكون لهم الرأي، لازم استشارة معهم لأنهم موجودين في هذا التحالف. كليشتارولو لحاله جلس واتفق وفي الحقيقة أدى إلى يعني ما يأتي به أمت أزدخ في الحقيقة لا يساوي ولا حتى نقطة، لكن في الحقيقة سيؤدي إلى ابتعاد وتهرب 7-8% من الأصوات حزب الشعوب الديمقراطية. لذلك الآن في الحقيقة يعني هو في مأزق كبير جدا كليشتارولو، جميع الأصوات ستهرب تتهرب منه، وأحزاب متحالفة يمينية كلها منزعجة من هذا. نعم. ولا أعتقد سيكون صالح كليشتارولو وسيخسر، ستبدأ انشقاقات، وغدا أعتقد ستنفجر قنابل خاصة ما يأتي من التصريحات إعلانات من التيار القومي الكردي هذا، حزب الشعوب الديمقراطي واليسار الأخضر. بما أنه أيضا تحدثت أستاذ عبد المطلب أربع عن المرشح كمال كليشدار أوغلو، كليشدار أوغلو مشاهدينا أعلن أيضا في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حزب الظفر التوصل إلى نص مشترك سيجري إعلانه قريبا، شاكرا لأوزداغ دعمه.
عقدنا اجتماعا جيدا ووقعنا على بيان في الختام بخصوص اللقاء الذي أجريناه، وسيتم توزيعه لاحقا، وتضمن ما يجب أن نفعله بخصوص مصير تركيا والعمل على العودة للنظام البرلماني المعزز من أجل سلامة البلاد. وهناك مسؤوليات تقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية، وفي هذا الصدد التقينا وتوصلنا لنتائج جيدة. وأشكر أوزداغ على هذه الاستضافة، وسنلتقي بعد الانتخابات مجددا للعمل بكل عزم. إذن مشاهدينا، هذه كانت تصريحات كليشدار أوغلو وإلى جانبه أوميت أوزداغ. أيضا أستاذ عبد المطلب أربا، يعني ذكرت حضرتك قبل قليل الأحزاب المتحالفة مع كليشدار أوغلو، نحن نتحدث عن الأحزاب الموجودة على الطاولة السداسية. تصريح علي باباجان اليوم الذي يقول فيه أننا لم نرى هذا الإعلان إلا في الإعلام، هذا أولا. أيضا نائب رئيس حزب المستقبل سليم تمورجي يقول ليست كل الطرق مباحة للفوز. هل هذا يعني أنه لم يكن هناك تنسيق بين كليشدار أوغلو وبقية أحزاب الطاولة السداسية عندما حصل هذا الاتفاق مع أوميت أوزداغ؟ على حسب ما رأينا في الحقيقة، طبعا الجولات، النشاطات الانتخابية مستمرة على الساحة في الحقيقة. نحن في الحقيقة لا نرى هناك الآن دعم، يعني أحزاب المتحالفة مع كليشدار أوغلو هي غير موجودة على الساحة أصلا الآن. كليشدار أوغلو لحاله في الحقيقة هو يتجول ويجمع يتنشط في الساحة ويريد أن يحصل أصوات، لكن حزب الجيد الآن في الحقيقة ساكتة تماما. حزب الجيد وساكت، هذا ما الأكشنر ولا تتحرك أصلا، كلهم تركوا الدعم في الحقيقة ولا يعملون في الساحة. أيام هذه مهمة جدا، وأحزاب أخرى حزب الدواء وحزب المستقبل غير ذلك، هؤلاء كلهم في الحقيقة جالسون الآن. هذا دليل على أنهم في الحقيقة سيتركون كليشدار أوغلو، لأن تم هناك انشقاقات أصلا، خلافات من الآن. وكليشدار أوغلو في الحقيقة هو طبعا يعني هو يعرف جيدا لو خسر في 28 في الحقيقة ستنتهي ورقته السياسية تماما على الساحة، مشهد سياسي تركي. هو يعرف هذا جيدا، لذلك هو الآن بدأ يلجأ إلى جميع الأساليب في الحقيقة. هذه الأساليب كلها تتعارض مع أفكاره، تتعارض مع أفكار التحالف، تتعارض مع مبادئ أصلية. يعني الآن هو كان يمشي مع حزب الشعوب الديمقراطي، لكن أوميت أوزداغ اليوم وضع أمامه 7 بنود رئيسية. هذه البنود كلها في الحقيقة تنكر وجود حزب الشعوب الديمقراطي ككل على الساحة حول محاربتهم، وهذا شيء مستحيل. يعني في موضوع نقطة محاربة المنظمات الإرهابية تقصد؟ نعم 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 نعم، وهذا الحزب الشعوب في الحقيقة متعاون مع حزب علماء كردستان، هذا شيء واضح. هنا فقط اسمح لي أن أشرح للمشاهدين نقطة. مشاهدينا، اليوم كان من المفترض أن يتم إعلان ورقة تفاهم ما بين كمال كليشدار أوغلو مرشح المعارضة في هذه الانتخابات وأوميت أوزداغ الذي دعمه ورأيناهم قبل قليل في هذا المؤتمر الصحفي، ولكن لم يتم الإعلان بشكل واضح وحصلت هناك تسريبات. أستاذ عبد المطلب، من هذه التسريبات، التسريب الأول أو النقطة الأولى في هذه التسريبات هي موضوع الحفاظ على المواد الأربعة الأولى للدستور. ما المقصود بهذه المواد الأربعة الأولى ولماذا التركيز عليها؟ يعني طبعا المواد الأولى الأساسية في دستور تركيا تنص حول يعني نظام الدولة، كيفية الجمهورية، وبشكل عام حماية الوطن غير ذلك. كل هذه الأشياء هي أساسية، والحفاظ على أتاتورك كمان أتاتورك مؤسس دولة في الحقيقة. هذه البنود الأربعة هي أساسية لهذه الدولة، لكن حزب الشعوب الديمقراطي بالعكس هو يعارض لهذه الأربع البنود أصلا، يعارض. هم في الحقيقة يدعون حول طبعا الإدارات بحكم الذاتي وغير ذلك، تكون لك مناطق غير ذلك. يعني هذه تتعارض، حزب الشعوب فلسفتها هي معارضة لهذه 4 بنود. إخراج كلمة الترك مثلا، هم يدعون يكون لك كلمة تركية، ليس فقط تستعمل الكلمة الرئيسية كلمة ترك. يعني هناك عدة شعوب في تركيا عايشة على هذا، الأتراد والعرب وغير ذلك، زازا غير ذلك، كثير من الشعوب في الحقيقة، لكن كل هؤلاء يمثلون تحت كلمة ترك. مثل حزب الشعوب منزعجة من هذا المفهوم، من هذه الكلمة لازم أن تخرج، وهي موجودة في 4 بنود في الحقيقة. لذلك هناك أشياء رئيسية يعني قومية في الحقيقة، وطنية، هي موجودة في 4 بنود. أوميت أوزداغ فلسفته الرئيسية حفاظ على هذه البنود، لكن حزب الشعوب بالعكس حول إبعاد، إخراج، تغيير هذه المفاهيم موجودة مستعملة في هذه 4 بنود. لذلك هناك أشياء أساسية
حول نظام الدولة، كيف الدولة، كيف الجمهورية. يعني أفهم منك أستاذ عبد المطلب أنه أميت أصداغ عندما يطالب بمثل هكذا بند هو أصلا طالب بهذا البند وموجه ضد حزب الشعوب الديمقراطي. تماما تماما. الذي يدعم كمال كليتشداروغلو. تماما تماما. لذلك الرجل ينكر وجود هؤلاء أصلا، وهو يدعي حتى إغلاق هذا الحزب لأنها متعاونة مع حزب المرء الكردستاني مع كيانات كردية مسلحة في شمال سوريا في شمال العراق. لذلك فسمته الرئيسية محاربة هؤلاء وحماية الوطن القومي. لذلك هل يمكن يجتمع يعني هذا التيار المتشدد ما يمثله أصداق مع حزب الديمقراطي الشعوب؟ هذا مستحيل. وغدا سنرى القنابل تتفجر غدا. يعني هنا نعود للأستاذ دانيال عبد الفتاح. أستاذ عبد المطلب إربا، أستاذ دانيال عبد الفتاح عذرا، كنت أسألك قبل قليل عن هذه البنود، لماذا لم يتم الإعلان عنها؟ وحضرتك أيضا كيف قرأت هذا الاتفاق؟ هل هذا ما كان متوقع؟ هو يعني عمل تقوم به حاليا المعارضة لكي تجمع كافة المتناقضات وكافة أوجه السياسة في تركيا. يحاول الآن كمال كليتشداروغلو أن يلتف حوله جميع مكونات الشعب التركي، جميع التوجهات السياسية. يعني الآن يستطيع أن نقول بأن تركيا بكل أوجهها، بكل توجهاتها السياسية، بكل الأفكار حتى وإن كانت متناقضة، هذه رسالة من كمال كليتشداروغلو بأنه هو الموحد لكل هذه التناقضات، لكل هذه الناس، لكل هذا المجتمع. وهنا رسالة قوية جدا من أميت أوزدار بأنه يستطيع أن يجتمع مع التحالف الذي يضم حزب الشعوب الديمقراطي، يستطيع أن يجتمع تحت لواء سياسي في مصلحة الأمة، في مصلحة تركيا، لصالح الشعب التركي ولصالح جميع شعوب تركيا. يعني عندما ننظر إلى التحالف الأمة نجد أنه فعلا تحالف حقيقي لجميع مكونات تركيا، لجميع الأصوات حتى وإن كانت متناقضة قومية أو دينية أو عرقية. نجد أنها فعلا نجحت المعارضة في تركيا لأول مرة. يعني لا يوجد أي تحالف. ولكن أستاذ دانيال عبد الفتاح أعذرني على المقاطعة، لكن ضيفنا هنا أستاذ عبد المطلب أربا كان يقول أنه هذا الاتفاق بالبند الأول الذي سرب اليوم هو موجه ضد حزب الشعوب الديمقراطي الذي أصلا يدعم كمال كليتشداروغلو، ويقول قبل قليل أنه بالتأكيد أو ربما جزء كبير من الحزب الشعوب الديمقراطي، كي لا نقول كل حزب الشعوب الديمقراطي، لن يذهب للتصويت لكمال كليتشداروغلو بعد هذا الاتفاق مع أميت أوزداغ بهذا الشكل. طبعا هذه ربما تكون تمنيات موجودة لدى الطرف المقابل. يعني لكن إذا نظرنا بالواقع إلى القاعدة الشعبية وإلى آراء القاعدة الشعبية نجد أن الجميع متفق على أن يكون هناك مصلحة عليا في هذه الانتخابات. لم تعد المصلحة الضيقة هي يعني السمة الظاهرة في هذه الانتخابات. نجد أن هناك كما تفضل ضيفكم، يعني نجد أن هناك متغيرات كبيرة جدا حصلت في هذه الجولة الثانية. والجولة الثانية دفعت بالكثيرين لأن يغيروا من توجهاتهم، لأن يغيروا أيضا من آرائهم. التوحد الذي حصل تحت مظلة تحالف الأمة كان اتحاد غريب من نوعه، يعني جمع كل من يريد أن يعمل شيئا جديدا في الساحة السياسية، كل من يطلب التغيير، كل من يريد أن يجعل التوجه السياسي التركي نحو عمل جديد، نحو انبعاثة جديدة، يعني لا يكون فيها استقطاب كبير. يعني كل ما شهدناه في الحملة الانتخابية وفي الجولة الأولى كان هناك استقطاب كبير جدا، ربما كان يعني يهدد الساحة التركية بشكل عام. الشعب التركي لم يعد يتحمل الطرف الآخر، يعني
هذا التوجه كان بالنسبة لزعيم حزب تجمع الأمة، كان بالنسبة لكمال كلتشدار أولو التقط هذه الإشارة ولاحظ أن جميع الأحزاب وجميع المنتمين لهذه الأفكار السياسية المختلفة والمتناقضة جميعهم أصبحوا ينبذون فكرة الاستقطاب، ينبذون الذهاب نحو تقطيع. ولكن يا أستاذ دانيال، الآن الاستقطاب في هذه المرحلة الثانية يبدو أكثر بكثير من المرحلة الأولى. أنت تستمع للخطاب الخاص باللاجئين اليوم، وتحديدا اللاجئين السوريين الذي تتحدث عنه المعارضة، والردود التي تأتي أيضا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هناك حالة استقطاب حادة، والخطاب ما بين الرجلين وصل إلى مرحلة شخصية. إذا كنت تلاحظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما يخاطب كمال كليتشدار أوغلو يقول له باي باي كمال، هكذا يخاطبه. وأيضا كمال كليتشدار أوغلو عندما يخاطب الرئيس أردوغان ينعته أيضا بنعوت يعني تعتبر يعني حادة جدا نوعا ما. وهنا بما أنه ذكرت اللاجئين، أنا قبل قليل عندما يتحدث كمال كليتشدار أوغلو وأوميت أوزداغ عن إعادة اللاجئين خلال عام واحد، هل هذا خطاب قابل للتطبيق؟ هل سيصدق الشعب التركي ذلك؟ هل هذا ممكن؟ هذا نحن معتادون على هذا الخطاب. يعني الأحزاب السياسية في تركيا وفي طبعا في جميع الجولات ودائما في الانتخابات يكون هناك هذا النوع من النبرة العالية في الخطاب السياسي، لكن أنا ما تحدثت عنه عن سيكولوجية الناخب التركي وعن التأثير الذي حصل في المرحلة التي سبقت الانتخابات. كانت مرحلة استقطاب شديدة، وكانت تذهب بالناخب التركي نحو البقاء، يعني التفكير بأنه كما تفضل ضيفكم قبل قليل بأنه يقول أن إذا ما خسر كمال كليتشدار أوغلو هذه الانتخابات فهذا سيعني نهاية السياسية. لكن كمال كليتشدار أوغلو لا يمثل تركيا حاليا، هو يمثل حزبه فقط ويمثل طبعا تكتل هذا الحزب. لكن في المقابل هناك مشكلة كبيرة عند الطرف المقابل، عند رئيس الدولة، لأنه يمثل الدولة ويمثل، وهو حاليا يمثل السلطة، وهو يمتلك الآن السلطة بأكملها. فإذا خسر لن يكون قد خسر زعامة حزبه، بل سيكون قد خسر واسع وكبير جدا بين خسارة الطرفين. لا، ليست متساوية أبدا. الناخب التركي انتبه كثيرا إلى أن المعادلة الآن أصبحت قريبة جدا من التحقير. المعارضة وحزب وتحالف الأمة يمتلك الآن فرصة كبيرة جدا لأن يحقق الانتصار في هذه الجولة الثانية، وهو بحصوله اليوم على دعم أوميت أوزداغ هو أيضا يوسع من مروحة. سأنقل هذه النقطة أستاذ دانيال، أنا الآن حاولت أن أوزع الوقت أيضا بالتساوي لأنه حضرتك يعني انقطع معك الاتصال قبل قليل، ولكن أيضا كي لا تذهب النقاط التي تحتاج إلى نقاش، وهي نقاط مهمة أثرتها حضرتك قبل قليل. أستاذ عبد المطلب أربا، استمعت أستاذ دانيال عبد الفتاح على عكس ما حضرتك ذكرت قبل قليل، يقول الرجل أنه لا، بإمكان الآن كمال كليتشدار أوغلو الفوز، هذه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر للمعارضة، لأن كمال كليتشدار أوغلو وحد حوله كل المعارضة التركية اليوم بمختلف أطيافها. كيف ترد على هذا الكلام؟ يعني اليوم تم هناك تصريح من قبل حزب الشعوب الديمقراطي، وهم أبدوا انزعاجهم واضحا، وجلسوا جلسات طارئة اليوم، وقالوا غدا سنعلن، إعلان قوي جدا سيأتي. إذن هناك انزعاج من هذا الاتفاق. يعني كما قلت، أوميت أوزداغ ليس له ثقل ولا وزن سياسي في تركيا أصلا. تحالفه كان يرأسه سينان أوغان، ليس أوميت أوزداغ. سينان أوغان هو الذي كان الرئيس لهذا التحالف أجداد، كما هو المرشح ليس مرشح. الرئيس المرشح هو كان الرئيس. هذه الأصوات هي في الحقيقة لسينان أوغان، ليس لأوميت أوزداغ أصلا. لذلك الأصوات كما قلت هي طبيعتها أصوات يمينية، لا
لكنها كانت منزعجة من أردوغان لكن متعارضة تماما لكليتشداروغلو. لذلك الآن سينان أوغان هو أصلا عاد إلى بيته وأصوات طبيعية كما قلت هي يمينية هي تتنقل لأردوغان. وأيضا غدا سنرى القنابل كيف تنفجر. حزب الشعوب الديمقراطي سيعلنون وسيجتنبون ويبتعدون عن كليتشداروغلو تماما. وأصلا بدا هناك انشقاقات في الحزب واستقالات والآن استقالة 125 شخص من مختلف الأحزاب وانضمامهم إلى حزب العدالة والتنمية في ولاية قيصري. نعم بدأ أصلا استقالات بدأ. يعني الآن لا ننسى الناخب التركي مواطن تركي واعي ويعرف ويفهم. يعني الآن هناك أغلبية ساحقة عند حزب الجمهور في البرلمان 322 مقعد. يعني كل فلسفة المعارضة كليتشداروغلو كان ماذا؟ تحويل من نظام رئاسي إلى نظام برلماني. طيب هذه الفلسفة سقطت انتهت تماما. وأنا أقول لكم 38 مقعد لأحزاب يمينية مسلمة نوعا ما هي في حزب الأمة. داوودوغلو وهذا بارال أكشنر وعلي بابجان وتمر كرمالوغلو هؤلاء كله بعد الانتخابات سيتركون كليتشداروغلو. أقول لكم من الآن هي يمينية مسلمة أصلا. لذلك الآن المواطن التركي يريد ماذا؟ يريد استقلال السياسي ويفكر استقباله. وهو في الحقيقة لم يثق على كليتشداروغلو بوعوده الفارغة ليس مبنية على لا المبادئ الحقيقية ولا سياسية ولا واقعية. وعود تافهة كانت فارغة. لذلك رأينا حزبه 23% 24% مع مساندة الأحزاب اليمينية كل أصواته 23% بس. لذلك المواطن لم ير عنده ثقة ولذلك ابتعد عنه. وتم هناك أغلبية ساحقة لصالح حزب الجمهور في البرلمان. هذا المواطن هو أعطى البرلمان لأردوغان وسيعطيه أيضا الرئاسة. هذا شيء طبيعي. وإذا نسبة الأصوات هي واضحة. أردوغان يعني 49.5 نقطة ما بعرف. على كل حال سنتحدث بعد الفاصل عن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. ولكن قبل أن أذهب إلى فاصل أستاذ دانيال عبد الفتاح بعد الإعلان مباشرة عن الاتفاق بين أوميت أوزداغ وكمال كليتشداروغلو تم نشر فيديو قديم لأوميت أوزداغ يعني خلال الحملات الانتخابية في الدورة الأولى يقول فيه ستندلع حرب أهلية في حال فوز كمال كليتشداروغلو بالانتخابات. إذا كان هذا المبدأ الذي كان يتحدث فيه أوميت أوزداغ قبل هذه الانتخابات إذن لماذا دعم السيد كمال كليتشداروغلو ولماذا كان يتحدث عن إمكانية حصول حرب أهلية؟ قبل قليل تفضل ضيفكم في الاستوديو بتهديد من هذا النوع وأنت لم تنتبه له. هو قال وهدد بأن الشارع التركي سيتعرض لتفجيرات سيقوم بها حزب الشعوب الديمقراطي اعتبارا من الغد. هذا كان تهديد. لا لم يقصد ذلك أستاذ دانيال. لا لا, 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 لا هو كان لا لا لا, لا لم يقل لا. ذلك هو كان يقول أنه إعلان الذي سيخرج يوم غد عن حزب الشعوب الديمقراطي سيكون بمثابة قنبلة سياسية عندما سيعلن أنه لن يدعم كمال كليتشداروغلو بالانتخابات بالدورة الثانية. هكذا يقصد ضيفنا أستاذ عبد المطلب. مجاز يا شيخ مجاز ليس حقيقي هذا. نعم لا ربما كان يقصد ذلك وأنا أرجو المراجعة هذا الكلام. على كل حال نعم لا لا, لا, لا طبعا أحب أن يحصل ولا أحد أبدا يتمنى أن يحصل هكذا أمر. طبعا أوميت أوزداغ القومي بشكل كبير جدا وسينان أوغان استخدمه أيضا بشكل كبير. عندما يذهب سينان أوغان إلى اتجاه دعم التجمع أو تحالف الجمهور أيضا هناك توجه بهذا العمل بأن يكون قد ذهب بعصب قومي مناهض أيضا لنازي يعني تفكير نازي مناهض أيضا لتلك التوجهات الموجودة أيضا في ذلك الحزب وهو أيضا حزب كردي موجود في تحالف الجمهور. يعني في المحصلة الجميع يذهب إلى المتناقضات والجميع يذهب إلى إيجاد العدد الأكبر من
لحركته السياسية. هذا هو طبعا ما يمكن أن يقوم به كل طرف. وعندما صوت طبعا الناخب التركي في الجولة الأولى لكمال كليتشداروغلو ولحزبه، نعرف بأن كمال كليتشداروغلو وحزبه أخذوا على لائحة التصويت أسماء الأحزاب اليمينية والإسلامية التي ذكرتموها، يعني حزب الخير وحزب دوا بل وحزب السعادة، دخلوا بلوائح هذا الحزب. فلذلك هذا من الطبيعي جدا أن يكون هناك نوع من الهبوط والانخفاض في عدد أصوات المؤيدين للحزب، لأنهم توزعوا على باقي الأحزاب. والأحزاب الحزب هذا عندما حصل على 38 مقعد، فهذه 38 مقعد طبعا حصلت عليها الأحزاب المؤيدة أو المتحالفة مع كمال كليتشداروغلو مع حزب الشعب الجمهوري، لأنها توزعت على قوائم هذا الحزب، ليس لأن حزب الشعب الجمهوري انخفض نسبة المؤيدين له في هذه الجولة الأولى. على كل حال سنكمل هذا النقاش، نقاش الانتخابات، معكما ضيفينا، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى نقاش الانتخابات ضمن تغطية الميادين المستمرة من مدينة اسطنبول تركيا، بوسفور الخيارات. نكمل من مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم منافسه كمال كليتشداروغلو بأنه ينكر في المساء ما يقوله في الصباح بحسب تعبيره. وخلال تجمع أمام مناصريه في أنقرة، سأل أردوغان مرشح المعارضة منذ متى وأنت قومي إلى هذه الدرجة؟ منذ متى أصبحت قوميا وطنيا لهذه الدرجة؟ هؤلاء يقولون شيئا في الصباح ثم يتفوهون بشيء آخر في المساء ويلجؤون إلى جميع أنواع الألاعيب. تعالوا نجعل من الصناديق يوم الأحد مقبرة لسياسة هؤلاء. لقد سقط قناع قوميتهم المزعومة وأصبح الشعب لا يصدق ما يقوله هؤلاء. يوم الأحد سيكون أيضا فرصة لتغيير المعارضة. إذن مشاهدينا هكذا هو الخطاب، خطاب حامي أستاذ عبد المطلب أربع، حتى من الرئيس أردوغان تجاه كمال كليتشداروغلو. ولكن ما لفتني اليوم في تصريحات الرئيس أردوغان عندما يقول أن المنافس ليس رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنما المنافس هو التهاون والتراخي، وهذا تكرر من قبل حزب العدالة والتنمية في أكثر من مناسبة. هل فعلا هناك تخوف من عملية التراخي والتهاون كما يقول الرئيس أردوغان؟ يعني هذا في العقيدة في إشارة إلى أن هناك فوز على شبه مؤكد. لذلك أردوغان يعرف، المواطن يعرف، الناخب يعرف، لأن الأصوات، نسبة الأصوات وطبيعة الألم في الحقيقة الشعب التركي كله ألم واثق تماما. حتى الدول الاتحاد الأوروبي أيضا قرروا بينهم حول إعادة النظر في ترتيب معاملتهم مع تركيا من جديد، وقالوا نحن أخطأنا وثقنا واعتقدنا أن أردوغان ممكن أن يسقط، لكن قالوا نحن أخطأنا في هذا. فهمنا أن هذا الرجل هو في الحقيقة رجل ذكي، رجل يعني في توجيه السياسة الانتخابات في الحقيقة هو حقيقة رجل، يعني جميع رجل فاز في جميع الانتخابات. ولكن أمامه أستاذ عبد المطلب ملفات يعني حساسة وملفات صعبة، الملف الاقتصادي، تدهور العملة التركية أمام الدولار، موضوع اللاجئين أيضا هو موضوع لافت جدا، وبدأ الرئيس أردوغان يذكره في الدورة الثانية، وفي الدورة الأولى لم يذكر موضوع اللاجئين، في الدورة الثانية بدأ يتحدث عن الموضوع، اليوم تحدث عن إعادة أكثر من 500 ألف سوري إلى سوريا، وأيضا مولود شاوش أوغلو يتحدث عن هذا الموضوع، يتحدث عن تطبيع العلاقات مع سوريا، وهناك لجنة ستجتمع قريبا. يعني عاد ليستخدم أيضا نفس الشعار الذي يستخدمه اليوم كمال كليتشداروغلو ولكن بفارق الخطاب. هل لمس أيضا الرئيس أردوغان بأنه موضوع اللاجئين قد يكون مؤثر بشكل كبير في الصندوق؟
يعني في الحقيقة هل اللاجئين نحن نسميهم ضيوف في الحقيقة هل أو لا يعني يشكلون الثقل على الاقتصاد التركي؟ في الحقيقة بالعكس، هؤلاء إضافة ويضيفون ويسهمون على الاقتصاد التركي في جميع المجالات الاقتصادية الصناعية في تركيا. أصلا الحكومة التركية هي ليست منزعجة أصلا من إخوان السوريين، بالعكس هناك جميع مصانع جميع شركات مؤسسات تركية الآن تستفيد وتستعمل حقيقة هذه الورقة اللاجئين من على مستوى العمالة. ولا ننسى إخوان السوريين أصحاب الخبرات في المصانع في الإنتاجات غير ذلك، هم أضافوا جاءوا بالتنوع الاقتصاد التركي من حيث الإنتاج غير ذلك، وخاصة العمالة هي مهمة جدا. جميع الشركات التركية الآن تستفيد من إخوان السوريين. لذلك يعني أنا أقول لكم رجال أعمال في حزب المعارضة كرشار هؤلاء هم نفسهم يستفيدون من هذه العمالة. أنا متأكد تماما أنهم يستعملون هذه الورقة فقط لأغراض سياسية حتى يستجلبوا الأصوات فقط. لذلك هذا شيء غير واقعي، إعادة السوريين هذا شيء غير واقعي. ولا ننسى هناك طبعا يعني حقوق الإنسان، البند 14 ينص على حقوق اللاجئين، وهذا البند ينص واضح يقول من حق اللاجئ أن يعيش ويستفيد من جميع خدمات في البلد الذي اللاجئ إليه، ولا يمكن إجبارهم للعودة إلى بلدانهم. هذا نص بند صريح واضح في 14. لذلك هل شيء واقعي وقانوني إعادة هؤلاء لاجئين إلى بلدانهم؟ أصلا هذا يخالف طبيعة القوانين المتعددة كلها. ولا ننسى كيف ستكون سمعة تركيا في العالم؟ لا ننسى هناك 5-6 ملايين أتراك يعيشون في الخارج وأكثرهم لاجئون. كيف ستكون ردة الفعل من قبل الاتحاد الأوروبي؟ نعم. لذلك هذا شيء غير واقعي ولا قانوني، والمعارض فقط في الحقيقة تستعمل وتستغل هذه الورقة للانتخابات. على كل حال سيكون هناك حق الرد أيضا الأستاذ دانيال عبد الفتاح في هذه النقطة، ولكن قبل ذلك بما أنك أيضا ذكرت الأتراك في الخارج أستاذ عبد المطلب، أربا مشاهدينا تنتهي اليوم عملية تصويت الأتراك في الممثليات خارج البلاد مع تخطي نسب الاقتراع 1,800,000 ناخب، ووفق آخر إحصاء صوت في جولة الإعادة 1,835,295 ناخبا وفق آخر إحصاء من أصل 3,423,759 ناخبا مسجلا. وتخطى التصويت في الجولة الثانية عدد الأصوات في الجولة الأولى بأكثر من 200,000 صوت، وتنتهي عملية الاقتراع في البعثات 151 الموزعة على 73 دولة عند الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما يتواصل الاقتراع عند النقاط الحدودية حتى 28 من الشهر الحالي. أستاذ دانيال عبد الفتاح، إذن كما يقول أستاذ عبد المطلب أربا، موضوع اللاجئين اليوم فقط هو يستغل سياسيا ولا يمكن تحقيق ما تعلنه المعارضة تحديدا سيد كمال كليشدار أغلو. هذه نقطة إذا أردت أن ترد عليها. النقطة الثانية هذه أو هذا الارتفاع في الأصوات في الخارج، هل يعني لمن سيصب برأيك؟ لمصلحة أي من المتنافسين على الرئاسة؟ نعم، بالنسبة لارتفاع الأصوات هذا متوقع جدا وهو لصالح المعارضة بالتأكيد بدون أي شك. عندما تمت انتخابات البلديات في 2018، نذكر بأن إمام أوغلو عندما نجح في الانتخابات في انتخاب اسطنبول بفارق فقط حوالي 10,000 أو 12,000 صوتا، كان هناك اعتراض من حزب العدالة والتنمية، وكان هناك مطالبة شديدة بإعادة الانتخابات. وعندما تمت إعادة الانتخابات حصل أكرم إمام أوغلو على 850,000 صوت، يعني كان الفارق كان فقط قد حصل على 10,000 صوت زيادة عن بن علي يلدرم. في الجولة الثانية للإعادة المعارضة سجلت انفجارا كبيرا في عدد المؤيدين. هذا الانفجار له تبريراته وله أسبابه. عندما ينظر الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية بأنه يعني سينجح وبأنه سيحقق الفوز بشكل كبير
وبأن الانتصار هو من حق أردوغان دائما في كل الانتخابات، يكون هناك أولا تراخي من قبل المعارضة، عدم مشاركة من قبل المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري والمؤيدين لحزب الشعب الجمهوري. فعلا بكل هذا هو سبب فشل المعارضة، هو عدم مشاركة وإعراض المؤيدين لحزب الشعب الجمهوري تحديدا، وهو يمتلك الكثير من الأصوات. كانت تلك المفاجأة الكبيرة والكبرى جدا عندما ذهب الناخب وحقق فوزا بسيطا جدا ومتواضعا جدا لأكرم إمام أوغلو، فعندما انتبهت المعارضة إلى أنها حقيقة يمكنها أن تهزم حزب العدالة والتنمية وأن هذا ممكنا، كان هناك نوع من الهجوم على صناديق الاقتراع، وشهدنا بأم أعيننا كيف تمكن حزب الشعب الجمهوري وكمال كلشتارولو بزعامة كمال كلشتارولو من تحقيق انتصار منقطع النظير في 25 ولاية والمحافظات الكبرى والبلديات، كيف حقق ذلك الانتصار في الجولة الثانية بفارق 850 ألف صوت وليس 10 ألاف. لذلك سنجد هذا التجمهر الكبير، سنجده يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية للانتخابات، وبهذه الطريقة أتوقع له أن يسجل فعلا مفاجأة كبرى وفارق كبير جدا في العدد، يعني 45% مقابل 49.5. قد نشهد، نعم فعلا قد نشهد الأصوات الحقيقية هذه المرة التي ستأتي، لأنها اليوم في الجولة الأولى لم تكن تتوقع، يعني وكان هناك تراخي وكان هناك عدم ثقة بإمكانية حصول تحالف الأمة على حتى على 20% أو 25%، هكذا ينظر الناخب وخاصة الناخب. ولكن أستاذ دانيال اسمح لي هنا أن أدخل على الخط، إذا تذكر تصريحات المعارضة كانت تتحدث عن فوز من الدورة الأولى لكمال كليشدار أوغلو، وكانت تتحدث عن فوز بثلثي مقاعد البرلمان لتغيير النظام في البلاد إلى نظام برلماني. نعم نعم نعم، يعني المعارضة عندما تتحدث كانت تحاول أن تقنع الناخب بأنها تمتلك 60% من عدد الناخبين وأنها تمتلك 60% من المؤيدين، لكن المؤيدين، أنا قلت أن المؤيدون لحزب الشعب الجمهوري كان لديهم عندهم تراخي وكانوا غير واثقين بإمكانية الحصول على هذا العدد الكبير من الأصوات، لكن عندما سجلوا في الدورة الانتخابية الأولى نسبة 45%، الآن نجد وعندما نتحدث معهم نجد أنهم جميعا يقولون بأنهم لم يكونوا يتوقعوا أنهم يمتلكون هذا الحجم الكبير. بالنسبة للشق الأول من السؤال، بصراحة أستاذ دانيال حضرتك سأعود إلى الشق الأول، لكن حضرتك طرحت مقاربة صراحة للمرة الأولى تطرح، وهي بالفعل تحتاج إلى نقاش. هنا اسمح لي ولو سريعا أن أذهب للأستاذ عبد المطلب أربك، بصراحة هذه مقاربة تحتاج إلى نقاش أيضا أستاذ عبد المطلب، لأنه يتحدث أستاذ دانيال عبد الفتاح عن إمكانية تكرار مشهد مدينة اسطنبول عندما كانت المنافسة بين أكرم إمام أوغلو وبين بن علي يلدرم وما يمثل بن علي يلدرم في حزب العدالة والتنمية، وفي جولة الإعادة انفجر صندوق المعارضة بوجه حزب العدالة والتنمية. هذا سيناريو هل ممكن فعلا أن يتكرر في الجولة الثانية أو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية؟ المقارنة فيها خطأ، الآن يتنافس أردوغان ليس بن علي يلدرم، هذا كان بن علي يلدرم يتنافس مع إمام أوغلو، الآن أردوغان مع كليشدار أوغلو، هذه مقارنة خاطئة الآن، لذلك خليها. هذا أردوغان زعيم العالم، من أكبر تأثير في العالم بين الزعماء أردوغان تعدد، وكليشدار أوغلو خسر أمام أردوغان كم مرة؟ قرابة 10 مرات ويخسر يخسر يخسر، لذلك هذه مقارنة خاطئة أولا. ثانيا
أحزاب في الخارج أصوات في الخارج تركيا في الجولة الأولى، ضيفكم يقول هي تكون لصالح كريستيانو. طيب في الجولة الأولى 57.5% كان لأردوغان، والمعارضة كان 39%. لذلك يعني لو نظرنا الجولة الأولى هذه الأصوات كانت لصالح أردوغان. لا ننسى المواطن التركي في خارج تركيا هو يتمتع أكثر في الحقيقة ما جاء بأردوغان، ما جاء ما قدم أردوغان. الآن جواز تركي يدخل إلى 80 دولة بدون تأشيرة، يأخذ تأشيرة في البوابة. هذا مواطن تركي الآن رفع رأسه وبدأ يشكل هويته ويقوي هويته في الخارج، ومرفعه الرأس الآن في الخارج. لذلك هو الذي يستفيد، تركيا أصبحت قوية في الخارج، سمعتها قوية، قوتها السياسية في الإقليم وفي العالم تؤثر على معادلات دولية. لذلك مواطن تركي في الخارج أصلا هو يصوت لأردوغان. وثانيا الأغلبية الآن في البرلمان لأردوغان. لو جاء كليتشارو إلى الرئاسة هل يستطيع أن يخرج قانونا؟ مستحيل. هل يستطيع أن حتى يعين بعض البيروقراطيين؟ مستحيل. سأنقل هذه النقطة أيضا. يستطيع أن يحول النظام؟ مستحيل. سيأتي مقيد الأيدي، مكتف اليدين. سأعطي دقيقة للأستاذ دانيال ودقيقة لك أستاذ عبد المطلب. أستاذ دانيال دقيقة لترد على ما تفضل به أستاذ عبد المطلب، تفضل. طبعا في الخارج فعلا كانت في الجولة الأولى للانتخابات كان هناك إعراب شديد من قبل أحزاب المعارضة والمؤيدين لأحزاب المعارضة. فعلا لم نجد أبدا أي توجه من قبل أحزاب المعارضة ومن قبل مؤيدي حزب الشعب الجمهوري تحديدا للصناديق للاقتراع، وكانت 57% فعلا هو العدد الأكبر لحزب العدالة والتنمية، لأنه كان فعلا الناخب قد أعرض عن هذا التوجه. بالنسبة لموضوع الذهاب إلى البرلمان وإعادة الانتخاب، هذا حقيقة هو من نتاج أيضا النظام الجمهوري اليوم من حزب النظام، الابتعاد عن النظام البرلماني. سيكون هذا بالنسبة لتركيا فعلا ولحزب ولكمال كليتشارو مشكلة كبيرة. عندما يفوز يوم الأحد في الانتخابات سيكون هناك عنده كما نعلم البطة العرجاء، يعني يمتلك رئاسة الجمهورية ولكن لا يستطيع تغيير البرلمان، يستطيع إصدار قوانين في البرلمان، وكل المراسيم التشريعية التي سيطلقها كمال كليتشارو ستحصل في النهاية على الرفض من البرلمان، لأن الفيتو يكون بيد الرئيس الحالي أردوغان. يعني أردوغان سيعطل كل شيء، وبالتالي ستذهب تركيا خلال سنة ونصف فقط إلى انتخابات مبكرة، وهذه ستعتبر بالنسبة لتركيا سنة ونصف من الجمود ومن التقهقر والعودة بتركيا حتى تتمكن من التخلص من النظام الجمهوري والعودة إلى النظام البرلماني الذي يكون فيه الجميع متساوي والجميع يستطيع أن يشارك بشكل حق. طيب هذه نقطة واضحة وأيضا تحليل واضح لهذه الأوضاع، تفضلت به أستاذ دانيال. للأسف انتهى الوقت أستاذ عبد المطلب، أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والبحث السياسي أستاذ عبد المطلب أربع على وجودك معنا اليوم هنا استديوهات الميادين في إسطنبول، وشكرا لك أيضا من أنقرة الخبير بشأن التركي الأستاذ دانيال عبد الفتاح. يبقى شكر الأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.